تخاف من النصراويين تقول له شبه الفريق، يقول لك عاوز مدرب الان. تقدم موجود، ضربه جزاء بلنتي، ضربه جزاء لمصلحه النصر. نعم 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 نعم، سجل من ضربه جزاء في الديربي في اللقاء على مستوى الدوري، ولديه ضربه جزاء بمتابعه ومراقبه، نظرات شرحيلي وسهلاوي هنا وهناك. سهلاوي حيحطها وحطها جول، حطها جول. الامير ممدوح يصفق في هذه اللقطه. الهلال يتقدم والنصر يفكر بالتعادل، وتسديده موجوده ولكنها الى خارج ارضيه الملعب. واحد مع واحد، يعني الرقابه رجل لرجل وعاليه الان، وتتكمل من ريان بلال، تعود الان لجهه اليسرى، المؤشر في اول لمسه. خالد زيلعي بالراس، ضربه مرمى فين، ونواف العابد اللي عاده يسجل يمرر الان، كره بينيه حاضره، الغامدي يمرر، ممكن جول، المؤشر يتقدم، وتدخل في الوقت الاخير مدافع فريق النصر ما بين الرائد والهلال في الفترة الماضية. الآن ريع، يا الله ذكية لكنها تبعد. زيلعي إلى هزازي، عالية شرحيلي حصل. القادمة التي ستكون أمام الشباب في الجولة القادمة، سهلاوي، سهلاوي يهيئ كرة، الكرة ذكية، وين الكرة؟ جول، جول، هدف تعادل طال انتظاره. اول في فترات الى صانع العاب مع هذا اللاعب الشاب الرشيدي. الان كره بينيه موجوده، والكره خطيره، والكره العرضيه، جول. اوه، زعلت دي سيلفا في المدرجات.